بسم الله الرحمن الرحيم باب الآنية سندرس في هذا الباب بإذن الله عز وجل تعريف الآنية الأصل في حكم الآنية وما يستثنى من هذا الأصل ويكون هذا الاستثناء في ثلاثة أمور الأمر الأول الأواني النجسة عينا الأمر الثاني أواني الذهب والفضة الأمر الثالث أواني الكفار تعريف الآنية الآنية جمع إناء وهو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء ويأتي به الفقهاء في باب الطهارة لأن الوعاء هو الذي يوضع فيه الماء وهذا الوعاء له أحكام تخصه وبالتالي لا بد من معرفة هذه الأحكام الأصل في الآنية الأصل في الآنية هو الحل فإن الأواني في الاصل حلال لا يحرم منها شيء سواء كانت من خشب او من حديد او من نحاس او من اي ماده طاهره حتى وان كانت ثمينه غير ذهب وفضه كما سياتي استثناء والدليل على هذا الحكم ان الاصل في الانيه الحل عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومن ما خلق سبحانه وتعالى وأوجد الأواني التي يستخدمها الناس، ما الذي يستثنى من هذا الحكم؟ إذا كان الحكم هو الحل، فإنه يستثنى من ذلك عدة أمور، أولاً الأواني النجسة، والمراد بالأواني النجسة التي عينها نجسة، يعني المصنوعة من شيء نجس. كالمصنوعة من جلد الكلبي أو الخنزيري أو من مواد هي نجسة في ذاتها فيحرم استخدامها هذا الحكم حكم الأواني النجسة عينا يحرم استخدامها سواء في العادات أو سواء في العبادات جلد الميتة له حالات الميتة هي ما ماتت حتف أنفها دون ذكات شرعية تسمى ميتة ماتت منخنقة، أو ماتت بمرض، أو ماتت بتردن، أو أي نوع من الأسباب التي أدت إلى أن تكون ميتة، فالميتة هي التي لم تذكر ذكرة شرعية. جلد الميتة نجس، لأن الميتة نجسة. لكن هل يستفاد من هذا الجلد كإناء؟ يستخدم في باب الآنية جلد جلد الميتة له حالات، الحالة الأولى جلد ميتة مأكولة اللحم مثل الغنم والبقر والإبل والأرانب وغيرها من المأكولة اللحم التي يجوز أكلها. هذا الجلد جلد الميتة الميتة كما ذكرنا هي غير المذكة هل يجوز استخدام هذا الجلد وإن كان جلد حيوان يجوز اكله اذا ذكي جمهور العلماء قالوا يجوز استخدامه كاناء اذا دبغ يعني بعد الدبغ والدبغ عمليه تطهير كان في السابق بالقرضي وبنوع من انواع النباتات يطهر حتى تزال النجاسه منه ويصبح صالحا للاستعمال الان ممكن انه في المصانع الحديثه يمكن استخدام الجلد، يمكن تطهير الجلد بمطهرات معينه، المهم انه اذا دبغ فجمهور العلماء يقولون اذا كان من ميته ماكوله اللحم فان ذلك فان هذا الجلد يجوز استعماله وانه يصبح طاهر بالدبغ. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا رواه مسلم. إذا دبغ الإهاب فقد طهر هذا عام. الإهاب عام فسواء كان مأكول اللحم وقد يشمل غير مأكول اللحم فهذا دليل عام فإذا دبغ فقد طهر أما قبل الدبغ فلا يطهر هذا المفهوم المخالف إذا كان بالدبغ يطهر فإنه قبل الدبغ لا يطهر فلا يجوز استعماله إذا هذه الحالة الأولى الحالة الأولى جلد ميتة مأكولة اللحم مثل البقر والغنم ونحو ذلك قلنا يطهر في جمهور أو عند جمهور العلماء لحديث ابن عباس وقد خالف في هذه الحالة الإمام أحمد المشهور عنه فقال لا يطهر شيء من جلود الميتات سواء دبغ او لم يدبغ. واستدل بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارض جهينه وانا غلام شاب الا تنتفعوا من الميته بإهاب ولا عصب. وهذا رواه احمد. وقد ذكر العلماء في هذا الحديث ما ذكروا في في سنده وفي متنه. قال ابن عثيمين والراجح رأي الجمهور ان الجلد مأكول اللحم جلد ميتة مأكول اللحم انه اذا دبغ فإنه يطهر ويجوز استخدامه كإناء. استدل او ايد ابن عثيمين رحمه الله رأي الجمهور بحديث ميمونه رضي الله عنها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض والقرض نوع من النبات يستخدم في الدباغة. الحالة الثانية في من في الجلود جلود جميع الحيوانات غير مأكولة اللحم غير الكلب والخنزير مثال جلود الثعالب والتماسيح والثعابين والحيوانات المفترسه ونحو ذلك اذا جميع جلود الحيوانات غير ماكوله اللحم التي ذكرناها سابقا واستثنيناها في الحاله الاولى واستثني في هذه الحاله الكلب والخنزير فانه لا يدخل في هذا جمهور العلماء قالوا ان جلود الميته كلها بما فيها جلود السباع تطهر بالدباغ، واستثنوا من ذلك الكلب والخنزير وما تولد منهما، وقالوا ان الجلد يطهر ظاهرا وباطنا، فينتفع بها في المائعات وينتفع بها في الجامدات، واستدلوا بما سبق من الادله وقد وردت بصيغه العموم من غير تفريق بين مأكول اللحم وبين غيره ومنها حديث سبق ذكره أيما إهاب دبغ فقد طهر، وذهب الحنابلة وهو أحد القولين عند المالكية أنها لا تطهر بالدباغ، والمقصود الحيوانات التي لا تؤكل غير مأكولة اللحم، إذا ماتت فإنها لا تطهر غير الكلب والخنزير، قالوا لا تطهر، ويدخل في ذلك الكلب والخنزير دخولاً أولياً فإذا كان منع في القول الأول ففي القول الثاني عند الحنابلة يدخل دخول أوليا أنه ممنوع أنه لا يجوز سواء دبغ أو لم يدبغ واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع قال ابن عثيمين والراجح هو قول الجمهور القائلين بطهارتها بعد الدبغ لعموم الحديث الحالة الثالثة جلد, جلد الكلب والخنزير ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تطهر بالدباغ، لأنها نجسة مغلظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبعاً إحداهن بالتراب، فكيف يطهر جلده بالدباغ؟ إذا الراجح في هذا ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يطهر جلد الكلب والخنزير لا بالدباغ ولا بغير الدباغ، لأنه رجس كما قال سبحانه وتعالى في الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس وهنا يعود على الخنزير بكل أجزائه اللحم والجلد فهو عام فيه